انا هعمل كوريكشن للكويز دون اللي انتوا حليتوه، كل مساله هشيل عليها تل. ده الكويز كده اوت اوف 60 2 7 ونيجاتيف 1 و 3. احنا زي ما اتفقنا ارسم نمبر لاين هيريحني من الموضوع. اهو نمبر لاين اهو على طول كده بايدي عادي جدا، ادي انفينيتي وادي نيجاتيف انفينيتي. طيب انت عايز بقى ايه؟ نحط النمبرز دول، ادي النيجاتيف 1 السؤال الكبير، ادي النيجاتيف 1 وادي ال 2 بعده وادي ال 3 وادي ال 7. طيب انت بتقولي من نيجاتيف من 2 ل 7 او من 2 ل 7 ال 2 كلوز وال 7 كلوز، وبعدين من نيجاتيف 1 ل 3 النيجاتيف 1 كلوز وال 3 اوبن. طيب انت طالب ايه بقى؟ طالب بيقول لي انترسكشن. انترسكشن يعني من هنا لهنا الحته اللي اشتركوا فيها، يبقى 2 اند 3 2 كلوزد و3 اوبن. اللي عملها صح يدي لنفسه 10 اوت اوف 10. طيب لو جه قال لي ماينس، ماينس يعني اللي عند اللي فوق ومش عند اللي تحت، الحته دي اللي اتلونت فوق مش متلونه تحت، يبقى 3 و7. ال 7 كلوزد طبعا، وال 3 زي ما اتفقنا هنقص من عندها عشان نشيل الحته دي، يبقى نقلبها خلاها كلوز. طب اليونيون من اول التلوين لاخره من نيجاتيف 1 لحد 7، النيجاتيف 1 كانت كلوز وال 7 كانت كلوز. طيب تعالى بقى على دي قلنا يا جماعه اللي دي طالما نفس النمبر زي هنا، هي نفس النمبر زي هنا، مش محتاج اعمل نمبر لاين. انا بقول الانترفال 3 و5، انترسكشن 3 و5. بصوا كده لو انتم ملاحظين حاجه، احنا قلنا الانترسكشن بياخد البراكتس الاصغر ياخد الاوبجكت، صح؟ يعني هم اوبن وهم كلوز ياخد الاوبجكت. طب في اليونيون لو هم كلوز وهم اوبن لا ياخد الكلوز، ياخد الكلوز، ياخد الاكبر يعني. اليونيون بياخد الاكبر. الديفرنس بقى، الديفرنس اللي عندي دي ومش عندي دي. انا ملاحظ حاجه، الثري موجوده هنا عشان كلوز ولكنها مش موجوده هنا، ناخدها. بس هنا في بريسز بقى، في بريسز كده. طيب الفايف مش موجوده هنا اصلا عشان ناخدها يعني، فخلاص. واحد يقول لك طب بس الفايف هنا ومش هنا، لا ماليش دعوه بهنا، مش دعوه بتاني واحد، انا بشتغل على اول واحد. ايه اللي عندي دي ومش عندي دي؟ ماليش دعوه بقى دي عندها ان شاء الله يكون عندها حاجات زياده، مش مشكله. يعني شغلنا كله على الاولانيه، يبقى 3 بس. تمام؟ اللي عامله صح يا جماعه يدي نفسه 60 اوت اوف 60 اكس. اللي غلطان في حاجه يعمل جنبها بس 9 يعني، عشان بس ايه هو بيذاكر يبقى عارف ان ايه، ان انا غلطت في دي فيذاكرها تاني. ذاكرها تاني. اصور بس الصوره دي. طب مستر ممكن حضرتك تقولها تاني بتاعت نمبر 6؟ اعمل كوريكشن للايه؟ للهوم ورك. نعم الهوم ورك في ناس كتير حلها صح وفي ناس عندها لخبطه في بعض حاجات، فانا هعمل له كوريكشن تاني. يا مستر ممكن حضرتك تعمل تشرح تاني نمبر 6 دي اللي اخر واحده من تحت؟ اخر واحده حاضر. الانترفال دي عندها 3 ودي ما عندهاش، ايه اللي عرفك؟ ال 3 هنا كلوزد وهنا اوبن، يبقى دي عندها 3 ولكن دي ما عندهاش 3. انا يهمني اللي عندي دي ومش موجود عندي دي، يبقى ال 3 بس. وطالما نمبر واحد او نمبرين او حاجه يبقى يتحطوا في ايه؟ في بريسز، يتحطوا في بريسز كده مش في براكتس بتوع الانترفال. هشوف برضو بتاع الهوم ورك بحيث طبعا اللي كان واقف معاه حاجه الحل الصح برضو ياكد حله كده. انا بصيت عليه بس لقيت ناس ايه في حاجات عاملينها صح حاجات عاملينها غلط، فده ايه يعني نعالج جميع الاخطاء هنا. كوليكشن اوف لان زي ما اتفقنا بنعالج الاخطاء من الاول، خلاص هنلاقي الدنيا سهله باذن الله. طيب مش هيقف معانا ايه، وهتلاحظوا الاخطاء بتقل معاكم كل مره، يعني اللي بيغلط في حاجه المره دي ان شاء الله لما عرف الخطا بتاعه مش هيغلط فيها تاني. هو الهوم ورك كان كويشن 10 صح؟ فروم 1 تو 9 كويشن 10 ده احنا عملناه له المره اللي فاتت. هو على فكره احنا عملنا له كوريكشن قبل كده، يعني مفيش داعي نعمل له كوريكشن بقى، يعني كنا حلينه المره اللي فاتت. كنا حلينه المره اللي فاتت افتكرت. طيب خلاص لما حليناه وانا قلت لكم حلوه تاني. هو يا مستر هو بس سؤال تاني انت ما عملتلهوش كوريكشن. طيب خلاص هنخلي بقى اللي بس الانترفال بقى اللي لسه ده جزء تاني ما كانش في الهوم، عشان ما يبقاش كل حصه عمالين ناخد الجبر. هناخد النهارده بقى جيومتري يعني كتغيير، لما نيجي ناخد الجبر هناخد سؤالتين ده مع الاسئله اللي باقيه في درس الانترفال، عشان بس الناس ما تزهقش مش كل مره يبقى ايه يبقى الجبر. هقول حاجة، الجيومتري انتوا ما خدتوش فيه حاجة قبل كده يا جماعة صح؟
خدتوا حاجة في الجيم؟ طب خدتوا حاجة في الجيم؟ المستر لا، لا. اصل المستر اللي فات كان بيدي لنا الجبر كله الاول وبعدين يبدأ في الجيومتري. لا احنا هنمشي واحدة الجبر واحدة الجيومتري، بحيث بس ما تزهقوش، اه يعني لازم نبقى تمام موازنين الاثنين. طيب مستر. الجيومتري نعم، طب ما خدناش حاجة في الجيومتري. ما خدوش حاجة في الجيومتري، ما فيش مشكلة. بص يا جماعة، الجيومتري نبدأها إن شاء الله النهاردة برضه، عشان إيه؟ ما نركنهاش برضه. هو طبعا لما انت تفتح الكتاب هتلاقي عامل لك في الاول ريفيجن، مش مشكله الريفيجن، نخش على طول في الدروس. عندنا اول درس يا جماعه ميديانز اوف ترايلز، ميديانز، وده درس سهل وجميل. والجيومتري يا جماعه اسهل من الالجبرا 100 مره. ميديانز اوف ترايلز الاول عشان نفهم يعني ايه ميديان اوف ترايلز. بص يا جماعه، لو انا اف اي هاف ترانجل لايك ذس، بص عندي ترانجل اي بي سي، وجينا عملنا ميد بوينت هنا كده في نص البي سي وليكن اسمها دي، وقمنا موصلين خط من الاي لحد الدي. بص بقى كده تاني، يبقى انا عملت ميد بوينت هنا في البي سي ووصلت خط من الاي للدي. الاي دي ده يا جماعه يسموه ميديان، اللي هو الاي دي ده بيبقى خارج منين بقى؟ خارج من الفيرتكس اللي هي دي، وده نقدر نقول عليه بيز او نقول عليه اوبوزيت سايد. يعني نقول عليه بيز، يعني نقول عليه اوبوزيت سايد، يعني السايد اللي في وشها. طب هل هو ده الوحيد اللي ميديان؟ لا، في ميديان ثاني. لو انا حطيت ميد بوينت هنا كده وخلينا ايه مثلا، بس هيخرج له منين بقى؟ من وشه بقى، من هنا من السي. ده another median اسمه سي اي. طيب بصراحة مش فاهم. حاضر، يعني انا لو جيت كده ما اتخرجنا من الاي ده كده لاين كده، بس مش خارج في اي حته، يعني ترانجل كده اسمه اي بي سي. ما تجيش تخرج لي من الاي تعمل لي كده تقول لي ده ميديان، ولا تقول لي كده ده ميديان، لا لازم يكون خارج لنص السايد ده، في النص بالظبط، يعني كده. لو حقق الشرط ده انه خرج من الفيرتكس لنص السايد ده بالظبط، ميد بوينت يعني في النص بالظبط، يبقى يسموا الاي سي الاي دي ده يسموه ميديان. ميديان من اسمها ميدل اصلا، يعني منتصف، فميديان هو نازل في النص بالظبط. تمام يا جماعه؟ طيب في ميديان تاني ممكن يخرج من السي دي برضه لنص السايد ده، نصه بالظبط. في ميديان ثالث ممكن يخرج من البي، ما انا التراجل عنده A وبي وسي، في واحد خرج من الاي، في واحد خرج من السي، ممكن واحد يخرج من البي. هتبص تلاقيه بيقابل اخواته دول هنا، او بصوا هتلاقيه هو معدي بيقابلهم في نقطه، هيخرج برضو لنص السايد ده، ممكن نعمل عليه علامه كده ولتكن اف. فالبي اف ده يا جماعه بقى اسمه ميديان برضو، دي اف ده بقى اسمه ميديان. طب انا لاحظت حاجه بقى، ان الثري ميديانز عملوا انترسكشن فين يا جماعه؟ في البوينت دي، فقالوا هنسميها ام مثلا، يعني هم عملوا انترسكشن في بوينت اسمها ام. قال لك اه الام دي بقى هنسميها، نسميها بص كده يا جماعه كونكرنت بوينت، ده كذا اسم، يا نسميها بوينت اوف كونكرنس، يا نسميها انترسكشن بوينت اوف ميديانز. ممكن اسميها ايه اسم الثلاثه دول؟ طب انا لازم اعرف الاسماء الثلاثه؟ اه لازم اعرف. ليه؟ لانه ممكن في الامتحان يقول لي ذا كونكرنت بوينت، ذا بوينت اوف كونكرنس، ذا انترسكشن بوينت اوف ميديانز، ممكن يقول لي في الكومبليت اي حاجه من دول، فانا لازم اكون عارف ان هم الثلاثه بمعنى واحد. طيب لو انتم ملاحظين من الرسمه كده، هسال سؤال، تفتكروا الحته ايه ام قد الحته ام دي؟ يعني الام دي في نص الاي دي كده، يعني الاي دي واقف كده. اه تفتكروا ان الام في النص
باينه كده من الرسمه اللي الام لا في النص؟ لا مش في النص، لا مش في النص، صح. قال لك لقوا ان الام دي ايه يا جماعه؟ في التلت مش في النص. يعني ايه في ايه، التلت؟ هو الدي ام، دي ام مش قد بعض، بس برافو عليك. ال بي دي. حضرتك كنت بتتكلم على البي دي ولا ال لا بتكلم دي على الايه، ام؟ على الاي ام، لا على الايه، على الاي دي اللي هو الميديم الاعلى ده اللي هو الاي دي. لا الام مش في نصه بالظبط، صح؟ واضحه جدا انها مش في نصه. اه، فقال لك هو فعلا هي مش في نصه. قال لك ان الحته دي اللي هي الاي ام بتبقى قد الحته ام دي دي مرتين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو الحته دي طولها، الحته الصغننه دي طولها 1 سنتيمتر، تلاقي الحته الكبيره دي اي ام طولها 2 سنتيمتر. لو لقينا دي 1 تلاقي دي 2، لو لقينا دي مثلا 5 حته ام دي دي تلاقي الحته دي 10. يعني الحته دي يا جماعه قد دي مرتين. لو دي الحته الكبيره دي 12 تلاقي الحته الصغيره دي 6، وهكذا وهكذا. يعني الحته الكبيره قد الحته الصغيره مرتين. قالوا طب ما هو معنى كده بقى ان الام اسمالي الميديان لايه؟ اسمه لي بريشيو. ما خد بالكم يا جماعه، لما انا اتكلم اقول مش عارف ميار قد احمد مرتين، مينا قد منا 3 مرات، طالما تقول واحد قد واحد 3 مرات او 4 مرات او الكلام ده، يبقى انت دخلت كده في قصه الريشيو. الريشيو يعني ايه؟ ان دلوقتي يقول لك the ratio between these two parts is 2 to 1. طيب مين اللي قسمه كده؟ هو الاي دي كان واقف في حاله، الام هي اللي جت قامت قسماه الحتتين دول 2 to 1. فيقوم يقول لك ايه؟ يقوم يقول لك ايه؟ اصور بس دي الاول. ممكن اكتبها تحت ده، لا خليها في اللي جاي عشان مش هتقضي. اصور بس كده. بص يا جماعه، يقول لي جيبها لي في الامتحان، يقول لي ايه؟ جيبها دايما في الكومبليت بقى. ده كونكرنت بوينت. كونكرنت بوينت يقصد بيها الام دي يا جماعه، كونكرنت بوينت ديفايدز ايتش ميديان ان ذا ريشيو، وحاطط لي ايه؟ نقط، تو نقط فروم نقط كده، تو اللي هم نقطتين بتوع الريشيو، نقط فروم ذا فيرتكس. وممكن يقولها لي نقط، تو نقط فروم ذا بيس. يعني ايه الكلام ده؟ احنا اتفقنا هنشتغل على ميديان واحد، اتفقنا الترانجل كان عامل كده، والميديان اهو اللي هو الاي دي، ده هو الميديان كان نازل لحد الميد بوينت، وقلنا ان دي اسمها فيرتكس، وقلنا ان السايد اللي هو نازل عليه ده اسمه بيز، اسمه بيز. طيب اللي هو البي سي ده اسمه بيز، والاي نقطه اي دي اسمها فيرتكس. اتفقنا ان الام طلعت هنا يا جماعه، الام كانت واقفه هنا وقسمته ان ذا ريشيو 2 تو 1. فساعات بقى يجيبها لي في الامتحان يقول لي ايه؟ ان البوينت دي ديفايد ذا ميديان ان ذا ريشيو اي تو اي فروم فيرتكس. او ما انا شايف نفسي، هو انا وانا بادئ ما فروم فيرتكس، يعني ابدا بالفيرتكس، وانت بادئ بالفيرتكس هتعدي على 2 وانا هتعدي على 1، يبقى ان ذا ريشيو 2 تو 1. طب لو واحد بدا من البيز فروم ذا بيز، هو ماشي من البيز، البيز اهي يا جماعه، لو واحد بدا منها هيعدي على 1 وبعدين هيعدي على 2، يبقى فوق ان ذا ريشيو 1 تو 2 فروم ذا بيز. هو دايما يجيبها لي بقى في الامتحان، هو ما بيجيبش الاثنين مع بعض، هو يجيب لي فروم ذا فيرتكس يا يجيب لي فروم ذا بيز، يجيب لي فروم ذا فيرتكس يا يجيب لي فروم ذا بيز. تمام؟ طيب يبقى ده سؤال اساسي في الامتحان. طيب وساعات يقول لي ان الميديانز ميت او انترسكت ان ايه؟ ان 1 بوينت. الميديانز طبعا كلهم عاملين انترسكشن في 1 بوينت، يقابلوا بعض في 1. مستر نعم. طب هو ال 1 و 2 دول انا اللي بسميهم، ولا هو بيبقى جاي اصلا متسمين كده، ولا بتتحفظوا كده؟ يا واحده بس عشان اسمعك،
معلش بتقولي ايه يا حبيبتي؟ الأرقام 1 و 2 دي أنا اللي بسميهم في الترينج بتاعي ولا هو بيبقى موجودين كده؟ لا انت اللي بتجيبيهم. هو بيجي لي رقم، هو السؤال بيجي لي كده نقط تو نقط، انا اقوم قايل له ايه 1 تو 2 او 2 تو 1، ما بيقولهولكيش ولا بيرسم لك تراينجل، هو بيجيب لك السؤال كده بس ويجيب لك يا اما يعني اقصد اف، يعني اقصد ليه مش مثلا من A ل M هي اللي 1 ومن دي ل M هي اللي 2؟ ما حسب الرسمه، انا لما رسمت الميديان اهو، اه ما هو من اللي انت جايه من الفيرتكس بتبقى الحته اطول. مستر هو فهمت، دينا رقم ال ام دي بس واحنا اللي قوم طالعين الرقم الثاني يعني، وبعدين نقوم عاملين الريشو. لا انا هوريكم الاسئله هتيجي ازاي دلوقتي، بس احنا فهمنا بس المعلومه دي، هوريكم الاسئله هتيجي ازاي دلوقتي. تمام. الاسئله بقى يقوم جايب لي ايه يا جماعه؟ هيجيب لي ميديان ترانجل ويديني عليه ايه؟ اعمل ترانجل كبير شويه كده ويقول لي طلع انت الحاجات اللي ناقصه. بص كده ترانجل ضخم، ادي ايه، ادي ايه، ايزي. الميديان الاولاني نازل من الايه لحد النص هنا لحد الميد بوينت، يبقى ايه دي، ده ميديان. الميديان الثاني طالع من السي لحد الميد بوينت هنا مثلا كده اهو، وليكن اسمه سي. الميديان الثالث جاي كده لازم هيقابلوا بعض في الكونكرنت بوينت اسمه بي اف. هو بقى يقوم قايل لي ايه؟ يديني شويه معلومات ويقول لي كومبليت، يقول لي مثلا الاي ام ده طوله اي ام طوله 8 سنتيمتر. استاذ واحنا عرفنا منين ان هو 8 سنتيمتر؟ لا هو مديني في المساله، هو هيديني دي كمساله. تمام. كمساله هيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر الاي ام ده 8، هو يديها لي جيفن يعني اي ام ايكوال 8 ماشي، وهيقول لي مثلا ان الام اف ايكوال 3 سنتيمتر. خدوا بالك اف ايكوال 3 سنتيمتر، وهيقول لي مثلا ان الام سي ده او مش الام سي بقى يعني، هو عايز يوصلني يا مستر من طول البي للاي اسمه ايه ده البي ام، عايز يقول لي هات لي بالطول البي ام. ما هو لسه بعته بالمطلوبات دلوقتي، بس اصبروا اصبروا. هيقول لي ان السي اي، خد بالك السي اي كله 12. ثانيه واحده يا جماعه، هيطلب مني ايه بقى؟ هيقول لي كومبليت او هيقول لي فايند، هات لي ام دي ايكوال كام؟ هات لي ام بي ايكوال كام؟ هات لي اي دي ايكوال كام؟ هات لي هات لي ام سي ايكوال كام؟ هات لي ام اي ايكوال كام؟ طيب حد يعرف يجيب لي اول واحده ام دي يبقى كام؟ هتبقى دبل سوري صح. فعلا الحته دي يا جماعه من ايه الام قد الحته دي مرتين، يعني مش لازم انا عملت ديفايد 2 ريشيو، يعني ايه؟ يعني مش لازم دايما دي يبقى طولها 2 ودي يبقى طولها 1، لا ده دي 8. وعايز يقول لك ان ايه؟ زي يكون واحد، انا بقول احمد معاه قد مينا فلوس مرتين، هو لازم احمد يعني يكون معاه 2 دينار ومينا معاه 1 دينار؟ لا، ممكن احمد يكون معاه 10 دينار ومينا معاه 5، ممكن احمد يكون معاه 8 ودينا ومينا يبقى معاه 4، وهكذا وهكذا. ففعلا الاي ام، برافو اللي قال 8 يبقى ام دي ده 4، برافو. طيب مين اللي جاوب؟ عشان حد تاني غيره يقول. انا ريم. انا سيف. سيف ماشي. طيب عايز حد بقى، مي مثلا، عايز اجيب ام بي، في مي صح؟ الام ام بي. ايوه يا مستر. انا هيبقى كام؟ هتبقى ايكوال 6 سنتيمتر يا مستر. ايكوال كام؟ 6 سنتيمتر. لان يا جماعه الحته دي الطويله ودي الحته القصيره، دي قد دي مرتين 6 سنتيمتر. ماشي. طيب الورقه عشان هديلكم واحده تعملوها عليها لان دي مهمه جدا، بس لسه في حته صغيره كده هقولها وهنقولها يعني، هديلكم بقى عليها مساله. مستر ممكن احل الام سي دي لو سمحت؟ الام سي اللي هي نمبر 3. مستر زمان ما حلتش خالص.
حاضر. ولا معلش يا جماعه، طب انا انا هلاقي عارفه حد هلاقي اول. عشوائي كده، مين اللي ما حلش خالص؟ هقول مثلا خالد، انا ريتاس، انا زياد. ما حلتش خالص الحصه اللي فاتت يا مستر غير مره واحده. ارجوك يا مستر حل المره طب دي. اخد بالترتيب، اخد بالترتيب يعني. طب لا، طب ابتدي بيها انا. خد طيب بالكوا، بعد كده باخد ريتاج زعلانه لان ريتاج كل مره بتقعد. طيب استنى، هاخد اياد. هو انا برضه ما جاوبتش يا مستر. ارجوك يا مستر، ممكن ايوه يا اسالها؟ مستر، انا كده ما بحبش البنات، انا هاخد صبيان. ايه طيب؟ لا هشغل كله، هاخد واحد، هاخد ولد وبنت، هاخد ولد وبنت. طب ناخد اياد كده، قولي اياد. ايوه يا مستر. عايزين بقى اي دي، اي دي كله يبقى كام؟ ها؟ خد بالك تو يا عم، اي دي اذا كان اي ام 8 وام دي 4 يبقى الاي دي كله هيبقى 2. خد بالك هقول لك على حاجه، انا لما اقول يا 60 سنتيمتر 12 بقى، انا لما اقول القلم ده يا جماعه الحته دي 8 والحته دي 4 وبسالك الحته دي 8 والكفر ده 4، مش لما اسالك على القلم كله يبقى 8 و4 12، 8 بلس 4 12، صح ولا لا؟ ما هو ده اللي حصل، من هنا لهنا 8 ومن هنا لهنا 4، خلاص يبقى الاي دي كله كام يا جماعه؟ 12. طيب ماشي، طب مين اللي كان بيقول لي عايز اجاوب ام سي؟ ريتاج ولا مين؟ انا ممكن مي اللي كانت بتقول عايزه اجاوب ام سي. طب ام سي اللي اعرفها يا بجدع، عشان ام سي صعبه شويه، خد بالك. هو انا عارفاه، ممكن بقى اقولها. طب ثانيه، انا اقول انا حاجه، ارجوك. انا اقول حاجه بس واسيبك تقول ايه. خدوا بالكم يا لا جماعه، لا، انا عارفه من غير ما تقول اي حاجه يا مستر، والله انا عارفه اجيبك. طب قول ممكن اقول مين؟ تمام، طيب احنا يقول قلنا ان الاي سي هتبقى ثانيه واحده، كلها في ايكوال عندنا للستين ريمو ريتاج. طب سنتيمتر ناخد ريتاج. ها يا مستر. طب انا بجاوب اي جواب. ماشي يا جماعه، ما الاجابات كتيره ما تقلقوش يعني. طب خلي ريم، شوف تزعلش. ها انا اللي بجاوب. انا مي، انا اللي بجاوب. لا، ما هي جاوبت قبل كده، خلي بقى، خلي ريتاش تجاوب، خلي ريتاش خلاص. طب ما قلنا ريتاش. طب ها ام سي هيبقى كام؟ ام سي ثانية. خدوا بالكم انه مديني السي اي كله 12، كله سي اي كله طوله 12، وعايز مني الحته سي ام، يعني تبقى كاني بقول ايكوال لك القلم 9. ده كله، القلم ده كله 12 وانا عايز الحته دي بس، والحته دي قد دي مرتين. ها طيب هيطلع كام؟ ثانية يا مستر، قلت لك يا مستر انا عارفة. طب علي صوتك انت الاول مين بس، مايك؟ نديها فرصه في 3 و9. لا طب، طب قولي كده، قولي كده يا ريم. عارف 8 ام سي 8 صح. بص يا جماعه، عرفكم حركه حلوه جدا، عرفكم حركه حلوه جدا. سي انا عندي مثلا ولادي، ولادي احمد مثلا ومينا، دول ولادي، وانا عايز اقسم عليهم 12 دينار. ركزوا معايا، 12 دينار بس، عايز ادي مينا قد احمد مرتين. ركزوا معايا بقى في الكلام قوي قوي، انا عايز ادي مينا قد احمد. خليها بالترتيب، خلي مينا الاول بقى. نعم، عايز ادي مينا قد احمد مرتين وانا معاه 12 دينار. طبعا لو اديت مينا 6 واحمد 6 ازاي يعني؟ انت عايز مينا يبقى قد احمد مرتين. فقال لك بص بقى يا جماعه، عشان انا هحكم الحاجه، لو انت عايز تدي واحد قد التاني مرتين قسم المبلغ على 3 مش على 2. لو انت عايز تدي واحد قد التاني 3 مرات قسم المبلغ على 4 وهكذا. طب جه منين الواحد الزياده اللي انا بزوده ده؟ لان انت بتقسم ان ذا ريشيو 2 تو 1. طب 2 و1 مش مجموعهم 3 يا جماعه؟ يبقى احنا نقسم المبلغ على 3 بس مش على 2، مع ان واحد منهم قد التاني مرتين. علمها في اي فلوس معاك وجربها، وهدي لكم اكزامبلز بالفلوس. انا معايا 12 دينار، مش العمله في الكويت الدينار صح؟ طيب صح. انا معايا 12 دينار، عايز اقسمهم على مينا واحمد ولادي، بس مينا هياخد قد احمد مرتين. اقوم ماسك ال 12، مش ديفايدد 2 بقى، لا ده ديفايدد 3، يطلع لي 4. الفور اللي طلعت دي يا جماعه بتبقى النصيب الصغير، اللي هو مين؟ انا قلت مينا هو اللي هياخد قد احمد مرتين، يبقى احمد هو الصغير، يبقى احمد هو اللي هيبقى 4. طب ما اكيد كده مينا هياخد قده مرتين هيبقى 8. تعالى راجع المبلغ كده،
8 و4 فعلا هم ال 12 دينار اللي كانوا معايا. قيسها بقى على اي مبنى. هقول اكزامبل، هقول اكزامبل تاني بس استنيني بس عشان ايه اعمق الاكزامبل ده، لان مهم جدا في الحياه بتاعتنا حتى في الحياه بتاعتنا. انا دلوقتي عندي مثلا معايا عايز اجيب مبلغ حلو كده 500، خدوا بالكم 500 دينار، وعايز اقسمهم على مثلا اياد يمين وريم، خدوا بالكم، بس عايز ادي ريم قد اياد 4 مرات، خدوا بالكم، عايز ادي ريم قد انا بحب ريم شويه عن اياد، فعايز ادي ريم قد اياد 4 مرات، تمام؟ انت عايز تدي ريم قد اياد 4 مرات، اقسم المبلغ على كام يا جماعه؟ 5 على 5 مش على 4، مع ان انت عايز تديهم 4 مرات. هقول لكم ليه؟ لان لو ريم خدت 4 دينار اياد هياخد 1 دينار، فكده 4 بلس 1 كام؟ 5. عشان كده بنقسم المبلغ على نمبر زياده، يعني انا ماسك ال 500 مقسمهم على 5 هيديني 100. النصيب اللي طلع ده يا جماعه بتاع الصغير، بتاع الصغير، يعني انت بتقول اياد وريم خلاص، انت قايل ان الريم يلا دي اياد 4 مرات، يبقى اياد هو الصغير هو اللي هياخد ال 100 دينار. طب ريم قد 4 مرات يبقى تاخد 400 دينار. تعالى راجع المبلغ كده، فعلا 100 بلس 400 هيديك فعلا ال 500 دينار اللي كان معاك. ودي الحركه اللي احنا هنعملها هنا في الميديان. ازاي بقى؟ هو اداني الميديان كله يا جماعه طوله كام؟ اداني الميديان اللي هو سي اي ده كله 12، كله طوله 12، يعني كان المبلغ اللي معاك 12 دينار. انت عايز تقسمهم على ولادك الاثنين اللي هم السي ام والابن الثاني اللي هو الام اي، بس ده الصغنن وده الكبير، وانت عايز المبلغ تقسمه ان ده ياخد قد ده مرتين، خلاص يبقى ال 12 دي تقسم على 3 مش على 2 تطلع 4. الفرن ام ادينا للولد الصغير ده نصيبه صغير، والام سي ده قده مرتين يبقى ايه؟ تعالى راجع كده، فعلا السي اي كده كله هيبقى طوله 12 اللي هي كانت معايا، في نفس الوقت الام سي خد الام اي مرتين، ده خد ايده وده خد، لان دايما ده يا جماعه بتلخبط الناس. ليه بقى؟ الناس يقول لك ايه؟ مش ده مستر قد ده مرتين نقسم المبلغ على 2، لا ما تقسمش على 2، تقسم على 3، تقسم على 3، فده طلع ايده وده طلع 4. ساعات بقى بص يا جماعه ام سي طلع 8 ده طلع 4. طيب هقول حاجه بقى، هي الحصه بتخلص كام؟ الا تلت ولا كام يا جماعه؟ الا تلت صح؟ باقي دقيقتين يا مستر. طيب حلو، انا هدي لكم بقى نفس المساله دي يا جماعه هومر، بس هغير في الداتا، هغير في الداتا مساله واحده اهي وجميله اهي خلاص، ولما نتقن الدرس ده كويس هنبقى ناخد عليه منين؟ من المعاصر، لان لسه في حاجات ثانيه ما قلناهوش. يعني اصل لما نخلص كل افكاره يعني مثلا ممكن ادي لكم من المعاصر مساله بس يطلع فيها حته زياده احنا لسه ما شرحناهاش، لكن انا هدي على الحته اللي انا شرحتها بالظبط. تمام. فهدي لكم نفس الاكزامبل بس هغير في الداتا. مثلا عندي سؤال. اتفضلي يا ماما. هو معنى كده ان سي اي ايكوال تو اي دي؟ عادي ممكن يطلع عادي، ايه المشكله؟ وممكن ما يكونش ايكوال صح؟ انا عشان انا مفتكس الارقام يعني، بس ممكن يطلع فيه اختلاف يعني، بس انا عايزين ايه، انا يهمني بس نفهم، انا يعني مش هدفي الارقام، انا هدفي يعني هما دايما مش ايكوال. لا مش شرط، مش شرط. تمام. انا بس حاططهم على ان ايه، نعرف نجيب ده من ده وده من ده كده يعني، ادي فكرتي. بس هغير بقى، خلي بدل ما اديكوا سي اي هدي واحد تاني وليكن اي دي، هدي اي دي كام؟ قول ان الاي دي 50 ومحدش بقى يجاوب، وهقول ان اي دي كله 15، دي هتبقى هوم ورك يا جماعه، دي هتبقى هوم ورك. طب يا مستر عندي سؤال، هو الترينجل عنده 3 ميديانز بس ولا ينفع يكون عنده اكتر؟ 3 ميديانز بس، بس هو عنده 3 فيرتسيز، هو عنده اي وبي وسي، كل واحده نازل منها ميديان وخلاص. هتجيب له ميديانز ثاني منين؟ اصل هو الميديان اصلا نازل من الفيرتكس اساسا. بص ده يا جماعه، هقول ده 7 سنتيمتر اهو، وهطلب اي ام ماشي، هقول هطلب اي ام هنا بقى في المطلوب، يعني هقول انا مدي دي ام 7، الداتا فوق اهي اللي انا مديها، وهدي مثلا الام سي هقول انه ب 8، وهطلب ام اي، ام سي خليه ب 8 اهو،
وهكتب الداتا بس. وهطلب ايه بقى؟ هطلب منك، هطلب عشان ما غلطناش. هطلب بقى المطلوبات دي. اول حاجه مطلوبه عايزين ايه؟ عايزين بس درس سهل وجميل صح، ما فيش فيه حاجه صح؟ صح. عايزين ام اي، عايزين اصلا الناس يقول لك الجيومتري اصعب من الالجبرا. الجيومتري اللي اصعب من الالجبرا ده بالعكس، ده الجيومتري جميله جدا اصلا، سهله كلها، حتى تتعامل مع رولز صغننه خالص يعني. وسي اي هطلب مثلا طلبنا اي ام، طلبنا سي اي، هطلب مثلا بي اف. بي اف ما قلناش حاجه عنه خالص. بي اف هقول مثلا هقول ان البي اف كله برضو مش مشكله عشان نتدرب على الحته دي. بي اف كله خليه مثلا 21. فانا هطلب ام اف وهطلب ام بي، كل دول يا جماعه الخمسه دول مطلوبين بس. طيب الامر بتاعنا، انا اشوفكم ان شاء الله، هبعت لكم جروب برضه حلو، ابعتوا لي برضه انا بشوفه، بس طبعا برضه هعمله كورك شوب العصر. ايه؟ مش هقدر اقول كل واحد خطأه بقى ايه على الجروب، مره واحده هم حلينه واللي حلينه صح، بس بصراحه بلاقيكم كلكم حلين صح يعني الحمد لله. ماشي؟ واشوفكم الحلقه القادمه عشان الحق بالناس اللي بعدكم. ماشي؟ تمام.